مستويات كارثية من التشوهات الخلقية بسبب التلوث ومن الإصابات بأمراض السرطان لا تزال تعيش آثارها مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار التي واجهت هجوماً للقوات الأمريكية عام 2004 استخدمت فيه أسلحة محرمة دولياً منها الفسفور الأبيض واليورانيوم، وسلطت الضوء على تداعياته اليوم وكالة الشينخوا الصينية. قصفوا علينا من مواد مشعة وفسفور وغيره وغيره. نتيجة هذا القصف أصبح عندي حالتين من أطفالي، وهو تشوه ولادي خلقي ما أقدر أوصفه، لكن التقارير موجودة. وبحسب وكالة شينخوا لا توجد أرقام رسمية بشأن الوضع العام للعيوب الخلقية في المدينة، لكن دراسة أجريت في عام 2011 أظهرت أنه من بين كل 1000 مولود جديد ولد نحو 147 منهم بتشوهات خلقية. من 2004 إلى 2010 بينت هذه التشوهات لدينا في المستشفى بالشهر، يعني من 4 إلى 5 حالات من التشوهات الخلقية، كزوائد في اليدين أو الرجلين أو حتى في الرأس. باحثون أكدوا للوكالة أن عدد حالات سرطان الثدي لدى الإناث زاد 10 مرات مقارنة بعددها في عام 2003، كما أن حالات الإصابة بسرطان الدم والوفيات بين الرضع وغيرها من الأمراض المنتشرة في الفلوجة هي أكبر بكثير من تلك التي تم الإبلاغ عنها بالنسبة للناجين من القنبلتين الذريتين في هيروشيما وناكازاكي في عام 1945، وذلك بحسب دراسات دولية وثقتها الوكالة. أكدت كذلك أن هناك زيادة قدرها 38 ضعفا في الإصابة بسرطان الدم في الفلوجة مقارنة ب 17 ضعفا في المدينتين اليابانيتين.